وللحديث أكثر عن العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على الحد من نشاطات النظام في طهران سواء في الداخل أو الخارج، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن الأستاذ محمد المدحجي المتخصص بالشأن الإيراني. مرحبا بك معنا سيد محمد. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. واشنطن تكشف عن حزمة عقوبات جديدة مرتقبة ضد النظام الإيراني، برأيكم هل هذه العقوبات تأتي ردا على قرار مجلس الأمن بعدم تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران؟ سياسة الولايات المتحدة اتجاه إيران هي سياسة ثابتة تصعيدية منذ مجيء الرئيس الأمريكي، ورغم دعم الأوروبيين والصين وروسيا لإيران، الولايات المتحدة واصلت سياستها التصعيدية ضد إيران، وذروتها كانت في تصفية قاعد مشروع تدمير المنطقة العربية بالنيابة عن الأوروبيين والروس والصين، أي قاسم سليماني. نعم. والمشروع الإيراني. فالآن الولايات المتحدة تحضر لتصعيد آخر في المنطقة ضد إيران. لاحظ معي سيدي، الولايات المتحدة على علم مسبق برفض الأوروبيين لهكذا قرار، وكان بإمكانها أن تجلس مع الأوروبيين وتتفاوض معهم وتصل إلى صيغة مرضية للأوروبيين وحتى الصينيين أن يتم تمرير هكذا قرار في مجلس الأمن. لماذا لم تفعل ذلك باعتقادك؟ لأن الولايات المتحدة تعمل على تصعيد آخر ضد إيران في المنطقة، وتريد تستخدم دعم الأوروبيين لإيران كذريعة لهذا التصعيد، بمعنى أن الأوروبيين يدعمون الإرهاب الإيراني، والولايات المتحدة للحفاظ على مصالحها وردع الإرهاب الإيراني يجب عليها أن تقوم بخطوات أحادية الجانب التي لا يرضى بها الأوروبيين. نعم. النقطة هي هنا أن الولايات المتحدة تعد في خطوات تصعيدية جديدة في المنطقة لا ترغب بها الأوروبيون. نعم نعم، وصلت الفكرة في هذا الجانب أستاذ محمد. دعني أنتقل إلى يعني التعرف على تقييمكم للعقوبات المستمرة من أمريكا على إيران في ظل عدم مشاركة حلفائها فيها. هل هذه العقوبات مثمرة بالنسبة لأمريكا؟ هل تحقق أهدافها؟ يعني التحقيق أهداف العقوبات بسهولة يمكن أن نقرأه في انهيارات المتتالية لقيمة العملة الإيرانية. كل اقتصاد في العالم يتلخص في العملة، إن كان اقتصادا قويا نرى عملة قوية له، وإن كان اقتصادا هشا ينعكس ذلك على قيمة العملة لذلك الاقتصاد. اليوم نتحدث عن انهيار تاريخي جديد ورقم قياسي في انهيار الريال الإيراني، ووصل سعر صرف كل دولار أمريكي إلى 270 ألف ريال إيراني. نعم. بينما كان سعر صرف الدولار في بداية عام 2018، يعني أقل من قبل عامين، كان 42 ألف ريال. يعني الانهيار الذي الآن نشهده أكثر من 6 أضعاف انهار قيمة الريال الإيراني. نعم. فتأثير العقوبات نراه في عدم قدرة إيران لتمويل أذرعها الإرهابية في لبنان وسوريا وحتى اليمن، وإيران لا تستطيع أن تدفع لهم الأموال. واليوم جماعة حزب الله الإرهابية في لبنان ليست لديها الأموال الكافية لتصرف الرواتب الشهرية لأعضائها وكذلك لأفرع إيرانية أخرى في المنطقة. نعم. وبشكل واضح اليوم نرى أن إيران لا تستطيع أن تسرح وتمرح مثلا في سوريا كالسابق، فكل هذا هو نتيجة العقوبات الأمريكية. نعم. طيب، من ناحية أخرى صحيفة بوليتيكو الأمريكية كشفت عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة واشنطن في جنوب إفريقيا. هل استطاعت العقوبات الحد من قدرات وتحركات إيران في المنطقة؟ يعني نحن يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، بأن هناك من يدعم الإرهاب الإيراني في العالم، وأنا أتحدث هنا عن الصين
عن ألمانيا وعن فرنسا مثلا. وهذه الدول تدعم الإرهاب الإيراني لأن الإرهاب الإيراني يعتبر أحد أعمدة مشروع هذه الدول في العالم وفي المنطقة. وإلا كيف يمكن لإيران دولة صغيرة حالها حال باقي دول الإقليم أن يكون لديها أذرع في أفريقيا الجنوبية وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وأوروبا وكل العالم؟ يعني نتحدث عن كأنه إيران هي الولايات المتحدة، وهذا شيء مستحيل دون أن توفر دولا معينة الغطاء لإيران، أن هكذا تستطيع أن تسرح وتمرح في العالم. وهذا الغطاء يوفره لإيران دول أوروبية والصين خاصة. نعم. طيب أخيرا، على مستوى الداخل الإيراني، ما زاد النظام يقمع المعارضين ويعدمهم، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الغرب في وقت أو في وقف هذه الانتهاكات؟ الغرب دوما كان داعما لنظام الملالي، ولا يزال الأوروبيون يدعمون النظام الإيراني، ولا يمكن التعويل على هؤلاء لأي إحداث أي تغيير حتى في أسلوب هذا النظام، وليس تغيير في النظام، تغيير بسيط في أسلوب النظام، هذا شيء مستحيل. والأفضل أن إيران تقوم بإعدامات في هذه الظروف، وخاصة من إعدام الرمز الرياضي الإيراني نبيل أفكاري الذي لديه قاعدة شعبية كبيرة، يظهر أن النظام الإيراني يعاني داخليا وهناك احتجاجات يتخوف منها النظام الإيراني. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد المدحجي المتخصص بالشأن الإيراني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من لندن.